سلام السلام عليكم خوتي خواتاتي صحابي صحابتي الغيغيشات ديال قلبي انتي وانت وانتوما يا ناس نقص صدرك تسمع زايره ما خلاونيش ندير مقدمه ها انتوما شفتوا كل شيء على عيني سمعتوا كل شيء غندير هاد الغيغيشات وغتجي انت في صوتك هنا معقدش عليك مونتاج ما كتفرجيش فيديوهاتي اصلا ياك المهم ما تبانيش غنديرها سلام ناري الله يا ربي قلت الصحة ناري قش عندي الصحة قش عندي السكر باش ندير فيديو المهم سلام سخفت بغيت سخف سلام واجي معاك نقص الصوت نقص الصوت مساء الخير مساء الخير سكتي سلام السلام عليكم خوتي خواتاتي صحابي صحباتي الغيغيشات ديال قلبي كدايرين لاباس عليكم بخير هانين مهنين ناشطين المزق راهي وسليم عرفت راسي غبرت عليكم وتوحشتكم توحشتكم وبزاف بزاف المهم راه كيبان لكم الفرق واقيلا ان وجهي ولا صغير شويه ما عرفتش واش باينه ولا لا المهم لاول مره في حياتي من بعد شحال من عام ولات فيا 58 يعني 58 والله ما كتحشمي انت غتجاوبي انت راه ما غتبانيش في الكاميرا اش كدير لي كدري المهم دوش عليها ما كتبوش تهضر غندير ليها ما علينا ولات فيا 58 كيلو جاتني واحد الوعكة صحيه كما كيقولوا وقع لي واحد التسمم غذائي من وراء جاتني جرثومه المعده مشكيت عليكم الهلا يوريكم باس وصافي داكشي علاش نقصت دابا راه تقريبا شي 58 كيلو اللي فيا ما عرفتش المهم اليوم لقيت ناقصه واحد جوج واحد 200 غرام اخرى ماشي مشكل المشكل هو انه وقت لقيت ما ناكل وقت عرفت ما ناكل حقاش ملي كتولي فيك الجوط وما بقيت خاصكش تاكل شحال ديال الحوايج بلا 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 قولي لي بقيت تهضري لينا على هادشي كامل دخلي لنا في الموضوع ديال الفيديو اللي هو العنوان ديال روتيني الاسبوعي وديال الدجاج بواحد الطريقه زوينه هاد الطريقه كنت كنديرها شحال هذا بيني وبينكم راه مابقيتش درتها اصلا هاد الفيديو راني مصوره في 2020 ماشي في 2021 غير بغيت ندير لكم هاد المقدمه ديالو لحقاش كان عندي يعني عرفتوا المشكل ديال القناه الاولى صافي بلا 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 بقى نعاود لكم اكثر هاد الفيديو هو فيديو قديم ديالي غير بغيت نشارك معكم بديك الطريقه تاع الدجاج ديك الطريقه ديال الفريت اللي درت المهم اش كندير في داك الروتين الاسبوعي كنتمنى يعجبكم كنتمنى تفرجوا في الفيديو حتى الاخر وان شاء الله غيكونوا فيديوهات جداد يعني في القريب غيكونوا غير فيديوهات كنت مصوره قبل زعما حي بقيت كنعرف نصور الفيديو ولا نعرف نهضر المهم علينا في ديك الفيديوهات كنت كندوي فيهم شويه شلاضه يعني بين لونغلي وبين الدارجه اما الفيديوهات ان شاء الله اللي غيكونوا جداد غنكون كندوي فيهم غير باللونغلي بوحده عاويلي عبد الله مش طار مانيش بقالية ربي يقول لي اش طالي اجاوبيني هادوي باش تهضر معايا والله ما بتحشيك انت عاد صوتك واخا يجي ما غتبانيش انا حشمك الكلبه وانت هضري مريم حشومه حق الله دوري بعدا في الفيديو شوفي دوري نقول لك قولي شي حاجه ماشي خليني انا كندوي بحال كندوي معاك نسيك يوقع لك ايغو شندير لي الله يتوقع عليا ايغو المهم ما علينا زعما غنولي ندوي فيما بالدارجه ماشي باللونجلي فهمتي فهمتو زعما فهمتو المهم شوفوا هاد الفيديو ما عاد كي داير ما بقيتش عرفت ندير فيديو ودارني الجوع بغيت خبز انا ما قدرتش ناكل الخبز لحقاش فيه الخميره ولا بغيت ناكل الخبز خصني ناكلو مع زيت العود وزيت العود كيضرني ويلا وما خصنيش نشرب اتاي قفرتها وصافي دابا نموت لكم انا ديك الساعه وتوحشوني المهم ما علينا نخليكم مع الفيديو اللي داز في 2020 ديال البطاطس المقليه والدجاج وقيله محمر والله ما عقلت على الفيديو شنو فيه المهم نتوما تفرجوا في الفيديو وشوفوا شنو فيه وصافي يلا نخليكم طلوا في راسكم شنو هي بروفيشنال بروفيشنال انا عبد الله مقتنع المهم عليا غير هاد الناس اللي عندي دابا
فرحي لي قلبي تبارك الله راه وصلت 400 او اليوم 414 واقيلا اي تبارك الله وصلت على النبي ومازال كاع ما كنخدم زعما بزاف وما كندير لا تبادل لا حتى حاجه راه حقيقيين الحمد لله الله يخليكم ليا وفرحني بكم وفرحكم فيا الله يحفظكم ويعطيكم الصحه 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 هي كل شيء سولوا المجرب ما تسولوا الطبيب المهم تهلاو في ريوسكم وردوا البال ريوسكم وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر موح عليكم وما تنساوش عفاكم تخليوا لي لايك وما تنساوش تشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركتوش ديك اللعيبه اللي كانت باقا عندكم بالاحمر وركوا عليها باش تولي في الكري وصافي انتم اشتركتوا وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم صحاباتكم احبابكم حباباتكم عائلاتكم وبوسه كبيره لكم السلام عليكم وباي باي عليكم وتابعوا الفيديو حتى الاخر باي باي قولي كلمه قولي كلمه زعما قبل ما تمشي كلمه قبل ولا ماشي قولي كلمه قبل ماشي تعاودي هادشي اللي كنقول قولي كلمه قولي شي حاجه فهمتي وحق الله تما يؤس منا يلا السلام عليكم وحال عليكم تابعوا الفيديو عافاكم المهم تابعوا معايا يعني الغدا ديالي اليوم ان شاء الله انا وميتي وخوتي وعائلتي واحد الغديوه يعني اليوم مع الحال جالسه كنبغي ندير لهم شي حاجه نمشي على المرقه 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 كل نهار ولا السردين ولا الشرب كنقول نبدلو شويه كيعجبنا الحاجه اللي كتعجبني نبدل بها هي يعني ندير الدجاج بالفران مع الزيت كتجي زوينه بعض المرات يعني شحال بالحق ما بقيت ندير شي وصفه شحال هذا كنت كندير بصيفلات طبعا واو ندير بزاف د الحوايج وانا سبحان الله مؤخرا بقى كيبغي يصدق ليا ما عرفتش علاش المهم قولي لي صافي سكتي سكتي براكه من الهضره دايره في الفيديو بعدا ايوا اليوم ما حاجه باش نطيب لي مجرى كاع المهم حباباتي خواتاتي خوتي دابا نبداو في الفيديو ما عرفتش واش كنبان ولا ما كنبانش ولا هادشي واش كيبان المهم صبروا على موجد نسيت الكاميرا الكاميرا نتوما كتقولوا كاميله ولا طنجره شوفوا تعايو يبوش ليا في كاميلتي تشوفوها مشوطه ولا تشوفوها ما محكوكاش مزيان خوتي راه ما مساهياش المهم انت مسكينه الله يحسن عوانا النهار كامل وهي في التماره وفي السوق وبيني وبينكم ما كنحمش الحكايه هادشي في التماره اختي بالنسبه لهاد الغداء ديالنا تاع اليوم اللي غندير فيه الدجاج انا كنت غندير غير الدجاج الرومي ماما قالت لي ديري حتى الدجاج الكروازي لحقاش كاين مقطع عندنا في الفريغو قال لي صافي ديري لها زوين وبلا خلي ليه الجلده ديالو لان اصلا غنحمرو في الفران من بعد هاد الدجاج يعني راه كيدوب راكم عارفين دغيا كيطير هذا الدجاج الرومي الطريفات اللي كانت دايره في الاول ها هما اصلا الدجاج عارفين نتوما الدجاج الرومي لا الكروازي راه كيكشف ها هو نحيدو من هنا انا على حساب هاد الدجاج درت جوج بصيلات كبار مقطعين كيف ما كتشوف غادي نحتاجو الاوليف يعني الزيتون غادي نحتاجو الربيع مقطع القزبر والمعدنوس والثومه ها هي مقطعه غادي نحتاجو واحد المعلقه ديال المطار وغنحتاجو واحد نص معلقه ديال الهريسه غادي نحتاجو زيت العود زيت الزيتون المليحه السمن شويه ديال السمن هاد شويه ديال الثومه اللي بقى غادي نديرو في هاد الشلاضه اللي عندي هنايا ياكم غادي نحتاجو لا موطار انا غندير معلقه معلقه ما غاديش تكون ليا سنيه العافه صغيره لقيت الملعقه واخيرا بعد صراع طويل وجدت ملعقه الذهبيه عندي جوج معالق ديال الموطار لحقاش كتجي زوينه الصراحه الموطار في هادشي غندير واحد شويه ديال الهريسه شفتوا مع العقه راه ماشي كامله شويه الراس ديالها على حسب الذوق يعني نتوما واش عزيز عليكم الهريسه ولا ما عزيزش عليكم غنديروا الملحه مكتروش الملحه بزاف عرفتوا علاش لاننا غنديروا الحامض مصير وغنديروا السمن هاد الجوج كيديروا ليها يعني بزاف بالنسبه للكمون انا غنديرها شويه سكين كبير بالنسبه للدجاج نديرو غير واحد المعلقه صغيره تقريبا انا غندير غير عيني زاني
غنديرو غنديرو الابزار. الابزار على حساب تاهو الذوق، يعني ديس ابزار عند الكركم، الخرقوم الاصفر ياكو. وغادي نديرو شباقي ليا، باقي ليا التحميره، التحميره ما بقاتش عندي، غنمشي نقلب عليها كاينه وقيلا فشي بلاستيك هنا. هانيا الا عندكم يعني ضويمه ديال الزعفران، ولا عندكم كنور يعني ضويمه ديال البنه ديال الدجاج، ممكن لكم ديروها كتجي واعره. دابا كنخلطوا هذيك البصله مع داك الشيء اللي بقى لينا في ديك لاصوص، من بعد نزلنا لي واحد شويه ديال الخرقوم الصفر، ومن بعد نزلنا لي زيت العود والزيت زيت العود والزيت الروميا بجوج. دابا الدجاج ديالنا من بعد ما رضينا ونطيبو غنزيدو عليه واحد شويه ديال الماء حتى يتغلى مزيان. هاد الكويس تاع الماء حتى يبدا يتغلى تغلى تغلى، اللي غنزيد عليهم ديك البصله مع هذيك الزويته، البصله اللي فيها زيت العود والزيت ديال الروميه. ومن بعد غنوريكم كيفاش غتكون هادشي. هادشي شينا بنين بنين بنين. دابا يا خوتي يا خواتاتي كيما كتشوفوني، والله حتى توحشتكم توحشتكم توحشتكم. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وبغيت نقول لكم عافاكم، بقاو تتابعوني وبقاو تشجعوني وقولي لي شوف اليوم داركم غنبقاو بلا غدا، ونوض يجمع الغدا دروك يجي خوك يبغي يتغدا، خوك الاخر باقي لنا اسك كيشخر، كنظن انا شخيرو خل في الفيديو. وسميحه سيرو نسوني انا بصح نيت صوتك اسمعه من هنا، ما علينا. المهم حنا شخارين بي اس عادي، واحد هو اللي عارف شنو عنده عارف راسو. دابا قولي لي نوضي سيري كملي داك الشيء اللي خاصك ديري، غنمشي نصايب البطاطا المقليه ونعطيكم واحد الطريقه نيري شحال خطيره والله، وديروها حتى غتبقى معتمده عندكم. ام تجربه ام تجربه ام تجربه ام تجربه. انا كنظن هذه بدات كتغلى من دابا واقيلا هي الاولى، غنطول عليها لحق جزت عليها البوطه غير تتغلى، من بعد غنقوس عليها غنقوس غنقوس عليها البوطه حتى الاخر. ابقى ما تهربوش عليا هي وين هي وين. صافي بدا كيتغلى لينا. دابا غادي نزيدو نزيدو هذيك البصله، البصلات انا كثرت البصله لحقاش كتعجبني البصله، والثومه حتى هي، لان حنا عائله نحب الاشياء المتمتمه. غنديرو ووتر صافي بابا. دابا غادي نغطيوها. دابا كيف ما كتشوفوا خواتاتي غادي نقصو عليها صافي، نقصو عليها ونخلوها طيب على خاطر خاطر. دابا غنزيدو الحويمضات المصيري وغنزيدو الزويتينات، هاد الزويتينات الزوينين اللي كيحموقو، غنحطوهم هنا هنا مع هذا الغداء الجميل. وعرفتي واحد الريحة من داك الشي الرفيع، دوتي كيدير واحد الحاجة زوينة يخليكم تشموا الريحة وتذوقوا، ناري شحال غتكون زوينة والله حتى غتكون واعرة. دابا غنديرو التومة، يعني تقريبا تقريبا كدير واحد ست ست المعالق ولا على حسب العادة، انا هاد بصراحة ما عبرتوش بالملعقة. وغنزيدو عليهم هاد التوم هذا، الفلفله الحمراء معلقه كبيره ديال الفلفله الحمراء، ياكو سوري. وغنزيدو عليه فينيغر، فينيغر و بوتش وان تو ثري اند فور، فور فور فينيغر، يعني واحد ربعة معلقة تاع الخل، ولا على حسب نتوما الذوق ديالكم، شوية ديال الإبزار، شوية ديال الكركم، وصافي وملحة، أند ليتل بيت سولت، ذاتس أونلي وات وي، وريت كريم الحمض الحلو كده.
ديالنا هي وجدات، فيها الدقيق، فيها الخل اند فينيغر، فيها الخل، فيها الملحه، فيها شويه سكين ديال شويه الزعتر، شي سكين ديال الزعتر، وشويه ديال الكركم، وشنو ثاني جلدت، وثومة. غنكبو على البطاطا. We put all of this in the you know potatoes. دابا غنكبو الخليط على هادشي كامل. كنديرو ليها هكذا هكذا، ها نتوما شفتو كتجي واعره. تي تخلوها ديروها فشي شبيكه وتخلوها تنشف حتى لغتلي، ولا ديروها في الفريكو مزيان. ملي تديروها دابا انا بالنسبه ليا غنديرها دابا، وغنمشي ندير الزويته تقلى ليا، تسكن ليا شي تقلى. ويلي حي، اويلي اويلي يا زهيره شكولي. وها هي المقلات، شوفوا ضحكوا لي على هاد الحروقيه الخاصه معاكم. نتقلق ليكم، بروسكم بروسكم، عاودني منكم. شوفوا خوتي خواتاتي، دابا انتقلنا الى مرحله قلي البطاطا. البطاطا والبطاطا كتحمقني البطاطس، صح تحبوها. انا من عشاق البطاطس. البطاطا ما غادي تخطط، غنديرها في هذا باش ما يسخنش ليا بزاف، داكشي اللي طاب. المهم كملاحظه، الطبقه الاولى ماشي الطبقه، المقله الاولى اللي كندير في البطاطا كنخليها كنخبط لك هادشي. هادي لا يحيدها الطبيب، اول وحده كناكلها كامله، اللي من بعد كنخلو لينا مناكل. المهم نخليوها طيب. باش نعطيكم واحد النصيحه بالنسبه للبطاطا باش كتجيكم زوينه، ديروا واحد شويه الملحه هنا في القبيصه نوري عليك. استناو ما تهربوش، شوف تشويكي صافي. دابا نستنى حتى يتقلى ليا الزبده. ها هو الباميه، ها بغيتو فوق الكرسي ملي كتسمعوا ديك تش، علاش نقلب ليكم الصوت تاع البطاطا تش وقت تش. المهم بحال بحال، المهم اللي تسمعوا هاد الصويت عفوا راه صافي الزويته راه تحمرات. داكشي علاش خاصني نقص على هاد الوطا واحد التشويه، كاين البرد ديال الشجر ما غاديش يعاوني. بالحق انا ما غنطقش عليها بزاف لانني ما غنسى ليا صراحه. دابا البطاطا غنبدا نقطعها، هدايا كلشي مسجل على البينطا على الكاندوره. خلو البطاطا كطيب، ياكم نجمع هاد الوينه اللي كاينه هنا، هذا غادي تحرق لينا ما بغيناش يتسلم هو هذا. المهم بالنسبه لها بقاو معايا تشوفوني وانا كنغسل في الماعن. شفتوا شحال تاع الماعن؟ قبل ما نبدا في هذا الماعن، بغيت غنسولكم واش حتتوما بحالنا ولا روينتنا ما كتجيش عارفه، روينه ما كتساليش، فهمتي كتنظمي كترتبي خصوصا هذه اللي ورايا. شوفوا زوينه ياكم شكلها، واخا هكا شاديها، ولكن حنا كنا شاريين بشي 300 درهم غير باش تكون ديك الايمتكا وديك المويعلات يكونوا مسيت فين كيف ما كنشوف انا شحال تاع الفيديوهات كنجمعو كنلقى دوك تلقى يهضر ربي شي فوق شي شي ماشي تبسيط تبسيط. كنظن واقيلا لحقاش كنستعملو حنا داك القج الاخر ولا ما عرفتش. المهم الا كانت عندكم شي نصيحه كيفاش ترتبي المويعلات كيفاش تقادي هاد الشبيكه تاع المعن خلوها لي في الكومنتات، الله يرحم لكم. وبغيت نوريكم واحد القريعات تعزاش ما هو طالع على السطح، بغيت نقول لكم بشحال بالضبط، واقيلا ب 7 دراهم ولا ب 10 ولا خمسة والله ما عرفت، وقيلا ب 10 دراهم. كديريهم الماء وكتدخليهم في الثلاجة حسن من القراعي ديال البلاستيك. زوينين 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 زوينين، أو يعني 10 دراهم في عزاج مزيان، وقيلا 10 دراهم. المهم متعكداش تنسول ماما ونقول ليكم، غنكتب عليكم في المونتاج نخليها ليكم. دابا نغسل هاد المويعلات صافي، المهم خليني نغسل المعنى الفاضية ديالي بالهضرة، وأنا عارفة إني مكنسكتش من الهضرة. حاليا دابا معكم هنا كنخدمو في الصنارة الحمد لله، دابا ما غنخدمش ياكم واحد
تشوفوني كنطول مره مره غنقول لكم علاش. لحقاش هذا قصير، لحقاش انا قصيره ماشي هو اللي، لحقاش هذا طويل ماشي قصير، وعلى حقاش انا قصيره وما كنوصلش كيف خصني ندير كرسي باش نبان طويله، فهمتوا؟ ها هو هادي بالنسبه للثوم والله حتى زوينه، كتشاريها بشي 7 دراهم واقيلا، 7 من يورو زوينه. هاني كيف ما كتشوفوا زوينه، هادي راه كتستعمليها بحال دابا لو بغيتي تمشي تعطي شي حد ديال شي حد الغدا ولا شي حاجه، هادي شي كيفاش دايره، كانت في المرجان دايره شي 35 ولا 40 درهم ما عرفت، غير كاينه الغطايه ديالها انا مولاي. هادي كندو فيها الباليت الغدا، بحال دابا كندو ليه الغدا اش كنديروا ليه، هنا الفوق ديري ليه مثلا المريضه، هنا لتحت ديري شلاله زوينه والله حتى واعره فنه، ودايره شي 40 درهم واقيله ولا ما عرفتش شحال، يعني ما غاليش بزاف البطاطس. هاني عاوتاني رجعت ليكم من بعد وطيرت البطاطس ديما الشكل ديما الاولى، راه عارفين كتكونش صادقه 100% في الشكل وداكشي كنجربوا فيها، المهم جات بنينه واول وحده غنبغي ناكلها وكنقولها كيعجبوني هما هاد الصغيورين، اي لاف فرايز فيري 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 ماتش. هاديك البنه ديال الثومه with this taste for garlic and fries oh my god so nice so tasty I love it very much. كيف ما كتشوفوا راني عرقانه دابا صافي كطيب، غيبقى ليا الدجاج نديرو في الفرن نوريه لكم، من بعد ما نخرجو ان شاء الله ندخلو لكاميلتو، ما بقاش نعزل كل حاجه مفرده لحقاش داز عليا الوقت. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي تهلاو في ريوسكم، ردوا البال لريوسكم، وراني كنحمق 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 عليكم وبزاف بزاف. عافاكم ما تنساوش تتابعوني، عافاكم ما تنساوش يعني ديروا لي اشتراك الا مازال ما اشتركتوش، عافاكم عافاكم ديروا لي لايك الا عجبكم الفيديو، الا ما عجبكمش ديروا لي ديسلايك ماشي مشكل. تهلاو في ريوسكم وردوا البال لريوسكم وعواشركم مبروكه، وراني كنحمق كنحمق عليكم وبزاف بزاف بزاف. دوزو بخير واخا ما سخيت فيكم، وراني كنحمق عليكم كنحمق عليكم وبزاف بزاف. هنا واخا خويا كيقاتل الضمع خويا طاب ومقاسم العيون وناكل مصور بنينه مرتا بنينه بنة تاع الثومة بذوق تاعو بذوق ألم 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 دابا خصني نمشي باش نفعل هاديك ولا غنطحن ليها. باي 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 باي. دابا كيفما كتشوفو خوتي خواتاتي دابا غادي ندخل هذاك الدجاجات غندخلهم للفران، غندخل الكميلة كلها بكل ما ليها، مبقاش نطيب كل حاجة بوحدها، غندهنهم بواحد شوية ديال السمن عاوتاني وصافي وصافي وصافي. بقاو معايا، ها هو المرق ديالنا والكميلة ديالنا، باقي فيها شوية البلول يعني ماشي مشكل. دابا غندهنها بواحد شوية تاع السمن، إلا بقى فيها بعدا شي حاجة غنديرو بول فوقيني ونطلعو فوق البصلة، نقلبو على الجوايه اللي بغينا يتحمر منهم. كما شفتوا هاني طلعتهم واحد شويه الفوق، دهنتهم بواحد شويه ديال السمن، وغاديه ندخلهم الفرن. ها انتما ها هو دابا من بعد ما طابوا لينا غادي من بعد ما حمد درنا ليه الدهنه ونخليهم يتحمروا لا خاطر خاطر.